مميزة في نهار رمضان وفي ليل رمضان؟ في نهار رمضان بيبقى شغل، في ليل رمضان بيبقى التراويح والسحور، بس مش حاجة تانية. الواحد بيصلي الفجر ويقعد يقرأ قرآن لحد الشروق، تبقى بثواب عمره. هو دايما بيبقى عزومات مع اصحابنا، يا اما بنروح الحديقه الدوليه، بنروح حديقه الحيوان. السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كنت طول الوقت نايم بصراحه. يعني الحلويات طبعا، يقول شويه اذكار والورد بتاع القران وخلاص، وبنفطر بقى وبعد كده بنصلي عشاء. بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نختم القران. في اوقات كده ما ممكن ننزل كده مع اصحابي بتاع نجمع السحر مع بعض كده. دايما بحاول يعني التراويح والقران وكده. قبل الفطار بحب اقرا القران الكريم، وبحب اسمع الشيخ الشعراوي، ده بيبقى من عاده من الصغر بحب اعملها. بعد الفطار بحب طبعا صلاه التراويح. اكيد طبعا بالليل صلاه التراويح. و في فترة الأيام من بعد الفطر لحد صلاة التراويح، دي صلاة التراويح وخلاص بننزل الجامع بالإسدالات ونلف وننزل. يعني على المسلسلات شوية وكده وخلاص يعني. لا ما بحبش التلفزيون في رمضان. ضروري إن أنت تسمعي القرآن وأنت بتطبخي على الراديو.